تحياتي ليك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوم استوديو التحليلي الكابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لانسات الكره الطايره، ببارك لك يا كابتن حمدي. نقدر نقول واحده واحده المستوى بيتطور بالنسبه للبطوله، بنخش في المباريات القويه. النهارده المباراه بالنسبه لكم استعديتوا ليها ازاي، وتقييمك للفريق المنافس بالنسبه لك كان عامل ازاي؟ في الاول طبعا بحيي الكابتن هيثم وضيوفه. الحقيقه المباراه طبعا المستوى تدريجيا بيتقدم في البطوله من مباراه لاخرى. اول مباراه طبعا كان الافتتاح، كان يعني مباراه ضعيفه نسبيا. النهارده المستوى نوعا ما احسن، ان شاء الله الماتشات الجايه هيبقى المستوى يعلى، وده اللي احنا يعني مخططين له، ان احنا نعلى في البطوله تدريجيا بحيث نوصل ان شاء الله على الادوار الحاسمه، يبقى اللعيبه بتاعتنا كلهم في كامل جاهزيتهم ومستعدين للمباراه، وبنستغل المباراه ديت ان احنا نجهز اكبر قدر ممكن من اللعيبه نستفاد منه ان شاء الله في المباراه القادمه. البطوله دي مقارنه بالبطوله الماضيه كابتن حمدي، نقدر نقول المستوى متقدم والبطوله اقوى بعد المشاركه الكبيره بالفرق، ولا تقييمك ايه للبطوله اللي قبل كده على طول؟ لا الحقيقه الفرق بتتطور من بطوله لاخرى، عندنا فرق مستوى زاد جدا، فريق السجون عالي جدا عن البطوله اللي فاتت، فريق الانابيب مستوى كويس، فريق قرطاج عالي كمان عن البطوله اللي فاتت، فكل الفرق شغاله، كل بطوله بتعلى، كل بطوله بتدعم نفسها، بتستعد للبطولات ديت، فطبيعي ان المستوى من بطوله لبطوله بيتقدم يعني. قرطاج السجون الكيني نقدر نقول دول من اقوى الفرق، ولو بنصنف نقول مين اقوى؟ حمدي، لان احنا عارفين ان قرطاج هو حامل اللقب. والله بص، اللي هيوصل المربع الذهبي الاربع فرق عندهم حظوظ ان هم ينافسوا على البطوله ويحظوها، ولكن كل فرقه من الفرق اللي هتوصل بيبقى ليها مميزات وليها عيوب، احنا بنشتغل على المميزات ديت والعيوب ديت، بيبقى كل فرقه ليها اسلوب لعب مختلف عن الثانيه، فرق كينيا بيبقى ليها اسلوب لعب مختلف عن فرق تونس، فرق تونس بتشبهنا شويه في الاداء والمستوى، فكل فرقه هيبقى ليها تعامل خاص غير الثانيه. البرنامج التدريبي بالنسبه لكم حتى المباراه القادمه، انا عارف ان بكره راحه بالنسبه لكم، هل هنعمل ريكفري، هنعمل تدريبه واحده؟ عايزين برضو نشرح للناس هنعمل ايه يا كابتن. احنا هنخلي اللعيبه تريح بكره الصبح، لان من ساعه ما جينا من السفر تقريبا ما خدوش راحه خالص. هنشتغل تمرينه واحده خفيفه بعد الظهر ان شاء الله، ونستعد للمباراه القادمه باذن الله. شكرا. مبارك من جديد للكابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ومضمننا كمان الكابتن نهله سامح.